توني طالعة من الجيم، كان تمرين مرة زين الحمد لله، مع انه مرة ما كان لي خلق، بس لما يكون مرة ما لي خلق اقول نفسي بسلك التمرين، بس بسوي 3 تمارين نص ساعة وبطلع وكذا، واذا بدأت وهذا اتحمس وعيد really get into it. مو دائما بس بالغالب. المهم الحين بروح اخذ لي قهوة كذا، ودي اصير اخذ قهوة اكثر من برا وذا عشان اغير جو. استكثرك وقتي علي وغدالك. وصلت الاغراض من السوبر ماركت، مره بيرفكت تايمينج. اخر الاشياء الفيجن اللي عندهم، اخر الاشياء اللي طلبتها كروسان زعتر، و شو اسمه كروسان زعتر طلبت كروسان شوكليت. عندهم كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء عندهم. المهم الأغراض عند الباب، ف let's go get them. مرة كيوت، وهذا top sparkling water. ناوي إن شاء الله أقطع مشين. تدرون يبغالي أشتري جزمة سوداء لأنه it's so gross، بس يعني نظفتها نفس الشيء ما يروحون. المهم تدرون اليابانيين من اللي أعرف يعني، أنا دائماً بيوتهم وحتى مطاعمهم كذا اللي بدون ممنوع جزام في سيستم، أنا كيف يعني واحد يفسخ جزمته وانتم كرامة ويلبس مثلاً سليبرز حقت البيت بدون ما يصير فيه cross contamination؟ تصير كذا الأرضية شوي مرتفعة، بعدين السبر كذا موجودة يمديك تفسخ جزمتك الأولى من تحط رجلك. And that is my dream. Like إذا يوم بنيت أو صار عندي like my own house، هذا أول شيء بسويه، بخلي كذا عند المدخل كذا في طريقة سيستم زي السيستم حقهم، لأنه مرة يأزمني. المهم let's see what I ordered. عيب إن الواحد يطلب أشياء أونلاين إن شو اسمه الفواكه وكذا ماش مو دايما المزاج. طلبت مشمش، مع إني يعني كنت أسافر بعد بكرة وكذا، بس قلت ما لي دخل عادي باكلهم كلهم بيوم واحد. مشرومز طلبت، بلاك غارليك مع أنه عندي، بس اللي عندي ما جاز لي مرة، مو زي اللي كنت أخذه من التميمي برياض. كاكاو نبس، لأن اللي كنت ما أخذته من آي إيرب خلص. و أوه واو this is actually really big. كذا شفت عندهم vegan eggs، أنه مو egg، أنه مو بيض لا، هذه الشوكولاتة تيجي زي شكل بيضة حق الإيستر ما أعرف إيش، ما أدري إيش مرة اشتهيتها فكذا ذكرني بهذاك كندر بوينو ومدري شو اسمه ذاك البيضة، فطلبت بس طلعت واحدة مرة كبيرة. ف وهذه البراند الشوكليت حقهم كان ماي فيفورت وانا صغيرة، اللي فيه بسكوت وكذا كنت مرة احبه. اذا رحت يعني سوبر ماركت شيء لازم اجي اخذه، فشفت انهم مسوين واحد فيجن فتحمست طلبته، جربه سوا ان شاء الله. و هذا كرسان زعتر مرة فانسي، ما توقعت بيجي كذا كيوت. وهذا كرسان شوكولات، باخذ باكل واحدة هنا واحدة كذا. مين بيجن؟ لأن لولو أول كان عندهم بس بعدين صاروا ما يبيعونه، مدري ليه. سيريال ما قد جربته، وهذا بعد نفس الشيء، كنت أحب هذا النوع من السيريال وأنا صغيرة، فلقيت واحد يعني نوعا ما صحي فأخذته. وطلبت بلاك بينز و تشيك بيز حمص وبلاك بينز و هذا الحليب. And that's it. You guys do not understand، هذولي ريحتهم مرة حلوة. They just look so luxurious and nice. صار لي كم يوم متحمسة على هذولي لأن كانوا مقفلين للعيد، فكنت كل يوم اشتريهم، بس يومين قفلوا يعني. بس I don't know why I'm being dramatic. I'm so excited. اخي الجوع واصل حده. خلينا نشوف بيتها، احب هذه الممثلة مرة، احب اشوف هوم تورز. You have no idea. هذا اللي يبغى يشوف الفيديو، هذا هو.
I'd love to show it to you because it's very cool. My CD feeling like yesterday, and it's actually quite a busy day because we come in at yesterday. So I have a few more things I want to. كرز مو مبين بس ذاك اليوم كنت اشوف ستوري حق واحدة انفلونسر ومسافرة ايطاليا او ما اعرف وين قاعد تاكل كرز وغرت كذا اشتهيت قلت يا الله ابغى اسافر عشان اكل كرز بعدين لقيت كرز بالسوبر ماركت. المهم صرت بسافر بكرة ان شاء الله اخيرا. تعرفون السفرة من زمان وابي اسافرها بروح عند اهلي ف ايه كده اقول خلاص بسافر بعدين اقول يا بنت الناس خلاص قعدي بعدين اقول الا خلني اسافر فرصة اشوف اهلي وكذا يعني be in nature اطلع من الحر شوي بعدين اقول مو بلازم كده عرفتوا الوضع فخلاص اليوم الحمد لله كل شيء جزمته كذا ف yeah. باكل الكرز سناك وبعدين يمكن اكل الكروسان الرابع بس معذورة صراحة وصراحة الكروسان مرة ما يشبع مدري كيف في ناس يأكلون كروسان حبة واحدة كفطور مرة ما يشبع. أحس الألوان مو لابقة. أكره هذه الفقرة. أقدر بس ألبس هذا الحالة ما طلعت صار لي ساعتين بس عشاني مدري شو ألبس ما لي خلي أغلب لبسي بغالة كوي وما لي خلق أكوي ف في هذا الوضع. هذا الأوتفت keeping it simple وأفكر ألبس هذا فوقه لأن بالصيف كل شيء كل ما كنت تصير برد ف yeah. وبكرة بكون كله عبارة عن laundry day وأحمل مسلسلات وباكينج ويا بس بلبس حلق. أحس this is my favorite outfit يعني يبي لك ياوي بس من زمان مرة ما حطيت حنة وأول مرة أستوعب كيف إن شعري طبيعته مرة أسود و عجبني يعني الحين اقتنع. جتني فترة مرة كنت أبي أصبغ شعري أو أفتح شعري بطريقة بعدين أقنعتني أحد البنات. كذا تمسك معي إلا أنا أبي ألقى أنا أبي ألقى فبقعد بعطي نفسي 15 دقايق إذا ما لقيت خلاص بس على أحد. كتاب من زمان بخاطري أقرأه فقلت مدام الكتاب أنا أحب أقرأ كتابين بنفس الوقت أحب أقرأ كتاب فيكشن وكتاب يعني معلومات يعني whatever سيبينز مرة حلو أدري إنه كبير بس من أحلى الكتب بيتكلم عن تاريخ يعني الإنسان وكذا يشرح واللي عجبني بسيبينز إنه ما يقول لك كذا هذا هو 100% فاكت صح لا يعني يقول لك ثيريز ويمكن هذا صح يمكن هذا صح فحبيت أسلوبه وكذا. عندي سؤال غبي ليش المريخ لما نشوفه بالسماء ولا الكواكب الثانية تلمع ليش؟ طلبت المساعدة وأخيرا لقيتها بس يوم قريت الغلاف اتذكرت ليش ما شريته من قبل لأن كل مرة ذكرنا المدح لي وكده دورة بدل ألقاه بدل أقرأ الغلاف وقول I don't care about these things بس إنه
ما ادري ان كلام الناس انه مره حلو. كثير شوف فيديوهات انه كيف ان احنا النساء مره غير عن الرجال، وان العالم يعني مصمم لهم، ان حتى الشغل من ناحيه انه ان نشتغل من الصباح مثلا بالليل، واحنا ريسايكل غير. فخليني اتعلم، ما انا احس ان مزاجي مره راندم. بس شوف احب المكتبات كذا، شعور مره حلو. اول مره اشوف هذا القسم، احس اني كذا فجاه سافرت. مره احب هذا الكتاب. صار لي ساعة أسولف بعدين طلعت مو قاعدة أصور، لأن كاميرا القديمة الريكوردينج بوتن من ورا، فمتعودة أسوي نفس الشيء وأحسب إني قاعدة أسجل ويطلع مو قاعدة أسجل. المهم رجعت البيت، كنت بتعشى برا وكذا، بس عندي أكل بالبيت ودي أخلصه عشان ما يخرب شيء بكرة، لأن بكرة بسافر. المهم فقاعدة أسوي الأكل تسليكة، يعني مرة جوعانة وتأخر الوقت أبغى أنام. قاعدة حميلي حمص، بحط معاه أفوكادو، بحط شوي شطة. تو قاعدة أخذ كرياتين، فقلت بقول لكم. من أول أفكر أخذه، بس كذا مدري ليش مقاومة، مدري ليش أنا كذا عندي مقاومة ضد السبلمنتس. طيب بس الكرياتين من أكثر الأشياء اللي بسوين عليها دراسات، ومفيد بعد بالذات للفيجن، معني اكره اقول كذا، بس في دراسات انه مو بس عشان العضلات والرياضه ومع الرياضه وكذا، لا حتى للمخ للفيجنز بالذات يساعد مع بي 12. ما ابغى اتفلسف لانه مو مره فهمت الرابط بين بي 12 وكرياتين. وفي شيء ثالث ما اتذكر وش اسمه، بس شيء اول مره اسمع فيه يوم شفت الفيديو، فبحط لكم الفيديو اللي يبغى يشوفه. ف يا زين المخ زين العضلات، ويمكن صار لي فوق الشهر اخذه ما اتذكر، والله صورت اول مره اخذتها في سناب شات، ما له طعم بس كذا اخي غثه شوي، فما اخذه مع مويه على طول، كذا احط السكوب واشرب بعده مويه على طول، اسهل بكثير من اني اذوبه بمويه واحاول اشرب الكاسه كلها. ما يعني ما كنت بستمر عليه لو باخذه كذا. ف يا بس لاحظت تطور، يعني معني صايره اتمرن اقل لان كذا جدولي صاير حوسه، ما اخذه كل يوم، احاول اخذه كل يوم بس اني مرات انسى، ومو من حرص يعني. وبس والله تدرون ايش الغريب، اخر شيء بقوله، لما بطلت وسوسه بالاكل 100%، يعني بطلت احسب او حتى افكر احسب، او اني احس بالذنب اني اكل شيء معين، او ان اوسوس بزياده انه يكون كل اكلي بزياده صحي وانا مسويتها، ولا عرفتوا ما في زيت ما في ملح، يعني لا ملح صراحه يعني ما قد مره حرصت يعني اني اقطع الملح لاني مره احب الملح، ما ادري احس ما عادل وكذا، واحس اذا مصدر الملح يعني كويس عادي، بس ما ادري هذه قناعتي انا. المهم لما بطلت وسوسه زايده بالاكل، وان الساعه كم اكل، ما اكل مثلا بعد الساعه 8 بالليل، او تعرفون الوسوسة هذه لما بطلتها خلاص كذا 100%، مرة نحفت يعني حتى بدون قصد أنحف، يعني كذا بالعكس اللي صرت شوي أحرص إني آكل عشان ما أنحف أكثر من اللي أنا أبي. يعني الحين لما أقل شيء صرت أهتم، أكثر وقت بحياتي عاجبني جسمي ومبسوطة فيه ومقتنعة فيه وكل شيء كل شيء كل شيء. فغريب كيف كذا لما مرة you let go of something يصير. يعني حتى اول مثلا ما اشرب عصيرات، والى الحين ما احس ان العصير من افود الاشياء، يعني احس ان سموذي مثلا احسن بكثير، او ان الواحد ياكل فواكه زي ما هي، بس عادي احيانا مشتهي عصير، احيانا يعني ابغى كذا سعرات سريعه سهله، عرفتوا؟ ف بطلوا وسوسه زايده واحرصوا على المجمل يعني. بس عاد ما بيتفلسف، خلصت جيم اوف ثرونز أمس أو قبل أمس، وطول الوقت طيب أنا ما كنت الحمد لله إن طول ما أشوف المسلسل ما أعرف ولا سبويلرز، والحمد لله يعني كنت خايفة أنزل في سناب شات إني قاعدة أشوفه ويقعد أحد يستثقل دمه ويقول لي تيزرز، ومو تيزرز بس سبويلرز، ويقول لي فلان ولا فلانة بتموت ولا مدري شو، لأن ما أتذكر متى كنت مرة أشوف مسلسل كالعادة متأخرة على العالم وأحد خرب علي. ما اتذكر اذا اللي قالوه اصلا كان صدق ولا لا، بس بلكتهم
أنا ما بلك يعني على طول بس يعني بلك لهم ما أحب ثقافة الدم هذه أبداً. المهم فكذا خفت إني أنزل بس قلت يلا يعني هذا وقلت لهم بليز لا حد يخرب علي. الحمد لله. المهم السالفة الشيء الوحيد اللي كنت أعرف عن نهاية Game of Thrones إنها خايسة لأن أتذكر لما خلص كل أحد كان منهار إنه وش النهاية الخايسة. طيب فطول الوقت أنا أشوف المسلسل وأنا كذا خايفة ضايق صدري بعد أحاول أتخيل how bad can it be يعني وش النهاية وش ممكن تكون النهاية. بس مرة عجبتني النهاية يعني توقعت شوي منها جزء واحد منها توقعتها بس باقي طبعا ما خطر على بالي بس مرة عجبتني يعني مو باللي بزيادة متوقعة اللي يطفش ولا اللي بزيادة مفتوحة اللي تنرفز. I hate open endings. I hate them so much. They drive me crazy. قال الدم. ف ما أدري الناس يعني ليش كانت متضايقة ذيك الفترة. بس يا اللي ما شافه أنصح فيه يعني مرة مقرف طبعا. أحس يعني المخرجين عندهم كذا مرض نفسي تعذيب يعني مو طبيعي. بعض مقاطع تعذيب يعني ما يعني ما أدري يمكن عشان يعني it's one of the easiest ways to provoke emotions in the viewer يمكن عشان كذا يسوون ما أدري بس إنه ما كان له داعي صراحة. في حركة شفتها على تيك توك تحط ماي سيلر واتر بسبراي بوتل وبعدين اللي بجيب بناتي صايرة بس أنسى أغسل اليوريوزبل ومو بس عشان البيئة يعني حتى أنا أحبهم أكثر كذا مرة أنعم على البشرة بس كل مرة أغسل ملابسي أنسى أحطهم بالغسالة. روفينا بعدين عادي خلاص ان شاء الله اكيد اليوم بالليل بسافر ف اسوي شنطتي بشغل كذا فيديو تعليمي. هذه الابديت اللي سويتها بالشقه يعني nothing واو يعني شويه تغيير احب اغير بين فتره وفتره. ايش ما تشوفونها النباتات فوق الثلاجه ماتوا فببدلهم بغير هذه ثاني مره يموتون فبجيب نوعيه ثانيه المره الجايه. أنا حطيت اللمبة هذه هنا مرة كنت حاسة أن هذه المنطقة تحتاج نور وكثير اقترحوا علي في سناب شات أنه أحط لمبة هنا بال مع النبتة ويطلع كذا حلو بس أنه يعني I'm in the process يعني I think I'm gonna do that at some point بس حسيت بزيادة شوي حديقة فهي كذا صاير مرة عجبني. والطاولة هذه يعني الوضع مؤقت وهنا هذا الكتاب الثاني هنا عجبني أكثر. زدت الكتب فوق هذه رفعتها. It's so cozy and I love it. ذاك اليوم صورت وصفة بسناب شات وانهرت عليها كثير 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 قالوا يبغون وصفة فبوريكم الحين كيف تتسوى. مرة سهلة مرة سهلة تتسوى لدرجتني يعني بسويها قبل رحلتي بكم ساعة. يومي والله أول كان مكتوب عليه إنه فيجن
بس ما ادري وين راحت العلامه، لان في فقع يطلعونه يستخدمون يستخدمون خنزير عشان يجيبونه، فهذا فيجن كذا. الحبات كبيره فاحب احطه قبل ما الاكل لسه حار عشان يذوب. And that's it. واو هذه ألذ مرة سويتها. أهم شيء لما تحطون ال نشا الذرة، لما تحطون نشا الذرة الحين لازم يكون لسه بارد ولا بيتكتل عليكم. ايديلي المفروض تخلطون النشا مع مويه برا وكذا، بس أنا اللي بغسل مواعين. It is so good. اوكي كاميرتي قاعد تشحن بس ما فيني صبر، ابغى اجرب. ايوه ابغى اجرب هذا مره. تو فيجن بلوند كاراميل ايج. انا شفت كراميل ما قاومت. انا بس ما احب وايت شوكليت، ما ادري ليش كذا يغثني من يوم انا صغيره ما احب وايت شوكليت. الحين هذه كيف اكلها؟ I'm really disappointed. توقعت بيصير لاير شوكليت بعدين لاير كراميل بعدين ما ادري صراحه. ما فكرت اكثر من كذا. ف صاير شوكولاته بالكراميل. It's not bad. I just had very high expectations. من شوي اليوم رجعونا بس اكل بما انه البيضه ما عجبني خلنا نجرب هذا. ما انا قلت ابغى اخليه معي اخذه معي للطياره. بس مش شايف شيء مقرمش. اول كنت احسب كل احد يحب الاشياء المقرمشه. بعدين ذاك اليوم كنت قاعده اعطي كوكينج كلاس لايف بالرياض وسكتي بعدها سكتي تضحك علي تقول كل شيء تقول انه واضح مره قد ايش احب اشياء مقرمشه. احسب كل احد يحب اشياء مقرمشه، ايش دعوه يعني؟ طيب سو فار ما اشوف ولا شيء مقرمش. واو كأنه قزاز كراميل جوا وقرمش. اخي هذه مش هذه الشركة does not disappoint. بس يعني اذا احد من الشركة قاعد يشوف فيديو واحدة يوتيوبر بالعربي كذا راندوم انصح يحطون معه بسكوت زي هذاك اللي كنت احبه وانا صغيرة مع الكراميل. لو يسوون كذا عادي اخلص هذا كله يعني بجلسة واحدة. بس هذا حتى مرة زين مرة زين. اخيرا جهزت كل اغراضي. الحين بس بطلع الزبالة والكرامة. اكثر شيء اكره اسويه. Yeah, I'm going to the airport. مرة شكرا على المشاهدة وشوفكم بالفيديو الجاي والسفرة الجاية إن شاء الله. الله يسهل كل شيء. منتشر بالصحراء باحب البنت السمراء.